الجديد في الذهب نقربوه منكم حتى نرضيكم، والبنات عندهم ما يوريكم. عليكم البنات ومرحبا بكم معنا في فيديو جديد. اليوم غادي نبروبوزي عليكم هاد لاباك اللي كتجي على هاد الشكل، خاتم اللي رائعه وغزاله البنات. غادي نحاولوا نشوفوها عن قرب. لاباك ديالنا كتجي على هاد الشكل كيف كتشوفوا معايا، كيجي فيه هنايا الموتيف ديال الفي، فيها في الجنيبات ديال هاد الحجيرات في البيض بيان سيرتي، كتجي بحال ما هكا من الجناب كيف كتشوفوا معايا. فيها هنايا هاد الضفيره كتجي على هاد الشكل دايره بحال ما هكا، من اللور كتجي على هاد الشكل. الطابع ديال الديوانه كيجي هنا، خاتم خفيفه وظريفه في اللبسه ديالها اللي غنحاولوا نشوفوها دابا. تابوناو فاش كتسناو، راه الذهب ملي كيتلبس عاد تيزيان ويبان. لاباك ديالنا ملبوسه البنات كتجي على هاد الشكل، كتجي شي حاجه خفيفه ظريفه، اللبسه ديالها انيقه ورائعه، كنتمنى انها تكون واضحه بالنسبه ليكم. كتجي خاتم براتيك ديال شاك جوغ. بصحه وراحه مسبقا، وما تنساوش مجوهرات فاتين ذهبي حتى لعندك. باش يبقى يوصلكم الجديد ديروا جيم للصفحه ديالنا وتابوناو معنا، وغير بكليك كلشي بين يديك. بيجوتري فاتين ذهبي حتى لعندك.